اللهم صل وسلم على سيدنا محمد خير خلق الله. سلام البنات، الله تكونوا كامل لاباس، عدتوا العود احمدوا. واش راكم؟ واش احوالكم؟ واش اخباركم؟ طليت عليكم فيديو مخلط روتين فيه كلش كيما تحبوا، من كل بستان ورده. تقولوا لي بزاف تحبوا الروتينات تاعك تعودوا مخلطه ومتنوعه بزاف. هنا انا بديت لكم بالماء بلا بيسين تاع داري ولادي، هذا هو عشقهم، داخل خارج، رامي داخل خارج، راهم غير يعوموا. اسمها من ذاك نغسلها ونبدل لها الماء وخليهم يعوموا. دايرتها في بورت بالكون عندي. هنا جبت لكم كواليس متنوعه من بيتي، من بيت اهلي، وراني غايبه وراني غاطسه والله غير رانا مع المناسبات والاعراس، عرس، طهاره، قهوه مباركه، زياده، عقيقه، من بلاصه لبلاصه. جبت لكم شويه كواليس صول، شويه اصحاب الحرف اللي راني شويه مقصره معاهم الدعم. جبت لكم كما نقولوا جوله خفيفه وخلاص، فيديو كما يحب خاطركم، على بالي راح يعجبكم بزاف بزاف. هنا ديتكم معنا لقريبتنا، يعني رحنا نباركوا لها على الزياده، يعني تاع بنتها الطفله، رحنا نباركوا. شوفوا هنا صورت لكم كواليس سينيه بالطبع والشن، يعني فات قعدت تهبل وشيخه تهبل. هذا ما كان خيط، عارفوا الصيف دوخه وديكوطاج. شوفوا توحشنا جونفي كي يدخل الشتاء، ما نزيدش نقول لكم الصيف طول، شتاء وشتاء وشتاء، فيف شتاء، صيف سخانه وعيانين وخدامين وانشغالات والاعراس مناسبات الحفلات بزاف. سما ديما الصيف يكون مضغوط، ما قدرتش نركز شويه مع اليوتيوب، ما قدرتش نحط لكم روتينات بزاف ولا فيديوهات لا نطلع عليكم. كل اسبوع كل ايام كاينه حاجه. كنت دعم اصحاب الحرف. شوفوا وصلني هذا البوكس من عند ام مالك، لقيته في المحل تاعي. شوفوا هو كان مونبالي مليح وكان بيان في بوشيت، فقط طي من بلاصه لبلاصه من نقل بزد. المهم فيسبوكها ام مالك للحلويات وجميع انواع المربى. حاجه عجبتني بزاف، اثيراني البوكس هذا، انه تكون كاينه وحده مختصه كيما نقولوا في المربى، جميع انواع المربى. صراحه مازال ما ذقتش، يعني ما نعرفش من قبل جامي تعاملت معها، راح نذوق منهم. انا يعني مانيش من عشيقات بزاف مربى، لكن لازم نذوق باش نعطيكم رايي. يعني شوف تبان ديكو بزاف، هذا ما على باليش سفرجل ولا تشينا. المهم دوك نحلوهم ونذوقو. هذا اناناس، سما تخدم لكم اي جو تاع مربى نتوما حابينه. شوف هذا تاع فراوله وبين مام الريحة تاع المربى هايلة. حاجة اللي عجبتني انه حطهم في بلارات الزجاج والديكور هكذا، هذو ميني بلارات هكذا بيان ديكوري. اللي عندها قهوة مناسبة عقيقة حفلة مناسبين جدا هذو البلارات، في كل مجمع ولا في كل طابلة تحطوا هكا بلارات صغار من كل جو من كل ذوق، تفتحوهم وتخليهم يذوقوا منهم. سينو العشقات المربى تاع الدوم كيما نقولوا تاع الفواكه اللي مخدوم طبيعي ما فيه حتى مواد حافظه. هذا فيسبوكها ام مالك، رقم الهاتف تاعها 06 73 87 82 02. حلويات وجميع انواع المربى. هنا كاتبه حلويات، سما اكيد تخدم لي كاطو ثاني، وكاتبه جميع انواع المربى. بالتوفيق ام مالك، عجبني بزاف بزاف فكره مشروعك. شوفوا كيفاش مديره لومبالاج مليح، كيفاش حاطه هكذا، تقدروا تشريو بوكس مشكل. ها العاشقات المعجون بكل الانواع. انا مستحيل يعني راح نذوقهم كامل، لكن راح نذوق ذوقين ولا ونعطيكم رايي. وهذا حد بسيط البنات، الرجلي جيت جايه لدارنا طاح ليا بلاطو كي عدت خارجه في الباب، فحمني سلامات موش كوسه يعني بصح لهذ الساعه السطر راهو قوي. ان شاء الله من الغدوه ينقص السطر بالدواء ودين وخلاص. البنات قالت لي موش قصر، يعني عطاتلي فقط كومبريس ودهين، قالت لي شبحي رجلك بدهين والكول لسطر وكومبريس وشبحي رجلك حتى يتنحى النفخ وتتنحى الزروقه هذيك. هذا مكان، هذه هي الدهينه. ودوكا راني في دارنا، جيت ندلل شويه على امي جداني لقيتها ما كانش. امي جدا راهي معرسه، راني غير مع خاوتي، خويا ما نعرف دوك يقوم بيا ولا كش ما يروح يشري لي ولا والو. ماش كش ما حد دللني حق الإعاقة اللي راني فيها. روح كش ما تشري لنا، مش سخفت 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 على الزقايط. هاي روح جيب لنا شوية مكسرات مهزئات باش ينقص لي سطر ثمثم. شيكولا اي شي، بس في انتظار امي دوك ما كتدخل تلقى رجليها كيفاش دير دوك تتخلع امنية تبدا وش فيها. وهذا والله يا البنات راكم تقولوا بلاطو ثقيل ولا بلاطو هكذا وزن 1000 كيلو، بلاطو خفيف عادي. جيت نهزو طاح من يدي، طاح حشاكم على صباع رجلي كبير، فحمني العياط اللي عيطتو
ما تصوروش. شوفوا البنات مرحبا بكم عند امي جتا حنشرب القهوه انا ومرت خويا واختي. هنا الكونفيتير راني عرفتكم به في دارنا، دوكا ني جبتهم لدارنا نفتحوهم ونذوقوهم مع بعضهم، لانه صراحه مانيش من عشيقه المربى يعني، راح نخليهم هما يذوقوا ويخليو لكم رايهم. خصوصا سيني الحليب، هنا الكروكي تاع مرت خويا الله الله حميمه يهبل. هنا عندنا ثاني فطائر سوريه. هيا امي بعثت لي ليغو بزاف بزاف بزاف، دوكا نجربو واحد من الاذواق. هذا تاع امنيه، هذا نورمالمون اناناس مزال مبيبانش، فرغي دوك يبانوش مانجو. دوك نزيدو نحطو غو اخر، هذا واش من ذوق؟ شو عبالكم ميبانوش بالعرض حتى نفرغوهم ونذوقو باش نعرفو واش من ذوق. شوف انا معاك يا ويلي سعتها مرت خويا اي طيب في الكسره، درت لنا شوربه فريك وجبنا فيها مشاوي سوريه الله الله. بعدا نصور لكم شويه الكواليس. دوكا هذو كواليس العشاء من دارنا. شوفوا درنا شوربه وكسره، هنا عندنا بلا غارني تاع كيفاش يقولوا الماكولات السوريه. دوك نعرفكم على اللي تخدم هذه الماكولات السوريه صح ايلين، انا نعرفها يعني من قبل سما مال فان كوموندي عليها ساعه ساعه الماكولات السوريه، ورق العنب فلافل، ولكن تخاف هكذا ساعه ساعه كوموندي عليها. شوفوا انا مال فان كوموندي عليها كي كانت فاتحه في لابريش، كي كانت فاتحه يعني في دار، واش نعرف عليها ولا واش نضمن عليها؟ البنه والنظافه، هذو زوج حوايج روعه يعني. دوكا راهي ولات راح لي صاري تسكن في العدد اثنين، سما التوصيل تقدروا تهزوا من ثم وعندها توصيل باب الدار سما، هذا رقم الهاتف تاعها. بالتفصيل واش تخدم؟ راه ما تخدم الماكولات السوريه، ورق العنب، الكبه، لي صوص، تخدم كل شيء، الفلافل، الحلو، مالحة، اي حاجه تخص الماكولات السوريه. شوفوا هنا دارت لنا البطاقه هذه باش تعرفنا واش تخدم. تخدم الاطباق السوريه، شوفوا الكبه، ورق العنب، فلافل، مزه، كنافه، قطايف بالقشطه، الفريكه، كبسه الارز، الاطباق القسنطينيه تخدم فيها الرفيس قسنطيني ونشلوش قسنطيني وطمين اللوز والمقروط وشبح الصفرة. شوفوا قدكم حوايج قسنطينة نخدمهم بالماء المقطر كيما نقولوا بماء البرد المقطر الاصلي. هذو رقم الهاتف تاعها 0559-78-1289. هذا العنوان تاعها في العدل، وهذا حسابها في الانستغرام وحسابها في فيسبوك راما ايلين. يعني انا قلت لكم اني مجربتها من قبل ما نعرفها، عندنا عده تعاملات سابقه كانت عرفتني بها نظن صديقتي واني نسيم بقزولة ولا شكون شكرها ليا قبل عام ونص، ولا قال لي كوموندي عليها حوايجها مليح. شوفوا خصوصا لعشيقات الاكل السوري، انا هذه كيما نقولوا تصفيحه سوريه نعرف نديرها، ما فنديرها من اليوتيوب تما، ما فنديرها في داري، وما قناتي حطيتها لكم مره وصفه في قناتي، لكن اكيد مش بالتوابل الاصليه مش بطريقتها. هنا هذه هاي طحينه، وهنا هذو لي صوص، هذه صوص بالبطراف باينه. هنا هذه الكبه على اصولها، شوف الله يبارك الحبه كيفاش متقونه. هنا عندها بزاف حوايج، الفلافل، ورق العنب، شوفوا العاشقات ورق العنب اللي يسخفوا، تقدروا تكومونديو كميه صغيره، تقدروا عندكم ضياف ديروا هكذا بلا مينونش كيما حنا اليوم، كيما تحبوا يعني، كيما تساعدكم، كيما تعودوا سخفانين كيما تقدروا تكومونديو. خصوصا انه الكبه راهي طوندونس بزاف في الاعراس في الحفلات في المناسبات، ولاو الناس كامل ليها ما تقدروا تبدلوا على المملحات ديروا الكبه. بالتوفيق راه ما يعطيك الصحه يعني، هو نورمالمون انا نهضر عليك وحدي قبل العامين لاني جربت، لكن ما جاتش الفرصه اليوم، ان شاء الله هاي جات الفرصه. نقول لك كل التوفيق وكل الدعم مني ليك، اي حاجه اي استفسار اتصلوا برقم الهاتف ولا راسلوها سواء في فيسبوك سواء في الانستغرام. وهذا كان عشانا وصحه عشاكم، ونتمنى لها كل التوفيق، خصوصا ان المجال هذا ناقص، ما كاينش بزاف اللي يقدموا الماكولات والحلويات السوريه. بالتوفيق راه ما شوف الله يبارك، ميم كي تكومونديو هكذا بلاطو لا هكذا غارني شوفوا كيفاش ديروه، حاجه تحمر الوجه، تقدموه طوب لي صوص، كل شيء سخون، كل شيء هكذا مديكوري مليح. شوف تفاصيل صغيره صح يعني ما شاء الله. هنا درت لكم تسجيل صوتي مستقطع باش نعطيكم راي كل واحد في عائلتنا. شوفوا خويا ومرتو عجبتهم الكبه بزاف، هي اذواق، هو مليح نبدلوا نذوقوا المطابخ الشرقيه الاكل السوري يعني بصفه عام. انا نشتي طحينيه نشتيها بزاف، والصفيحه السوريه من عاشقاتها. الفلافل ما نحبهاش بزاف، اختي عجبتها الفلافل، كل واحد واش عجبه، كل واحد يعني واش ميولاته في الاكل.
يعني لكن العموم اتفقوا على الكبه، كامل العاشقات لها الكبه السوريه. دوكا نروحوا البازار ميلينا جروب والمحل اللي تحته لو سولدير دوليكس. حطيت لكم فيديو الاسبوع الماضي في قناتي بلي راهو بدا السولد ومدير مسابقه كبيره، كاين بزاف دي زارتيكل ما صورتهمش في المحل في ذاك الوقت. شوفوا حاليا انا مانيش نصور، راهم يصوروا في مكاني، يا اما اللي يخدموا معايا يا اما اصحاب المحل. المهم تسمى المهم باش الفيديوهات هادو، انا حاليا راني مبليسيا وصبروا تسترخف شويه، رجلي تتفش شويه، سترتع فوق تني قتلني الحمد لله. يعني هي مش كسر بصح دزرا صعيبه بزاف، وجعتني بزاف رجلي تنفخت كامل زراقت. المهم ان شاء الله زكت نفسه خلاص، هذه هي زكت نفسي يا مات، وتخف ان شاء الله ونرجع للحيويه والنشاط ونكمل الاشغال اللي كانت عندي، بيسك دوكا كان عندي مشوار مهم بزاف طريق هذا الاسبوع الغيتها على جال رجلي بيسك ما نقدرش نروح هكذا. وهذا مكان، هذه جوله عند لو سولدير دوليكس. كاين قلت لكم شويه ارتيكل اللي راهم سولد ما صورتهمكمش في الفيديو الماضي، فيديوهات ما طلعولكمش، راح نخليكم مع مثلا هذا الحجاب هكذا. هذو الحجابات راهم 220، وكي تشري زوج مع بعضها متسلكي 400، يجيو حجابات شويه شوطر هكذا، عندهم واحد السيل تاع اللبسه معين تاع الشابات يعني لاصحاب هذا الذوق. هذه الايام يعني محلات بزاف في بلعلا راهي مديره السولد، هي اللي كيديو في سلعه الشتاء قبل ما تدخل سلعه سبتمبر والخريف. لي شوميز هذو بانواعهم، كاين اللي قصيره من قدام طويله من اللور، كاين اللي كيف كيف فيهم لي كولير بزاف، سبع الوان متوفره ولي موتيف بزاف. هذو راهم 250 حاجه ليكس، يعني عندهم ستيل تاع لبسه تاعهم خاص، سواء في الديار سواء في المناسبات. وايضا نذكركم انه محل لو سولدير دوليكس راهو عنده بيع وكراء روبيت سواري، عنده بزاف روبيت سواري اللي كرا كاين 200 كاين 300 روبيت سواري روعه يعني. وما تنساوش اي وحده تروح تشري لي اكثر من 300 الف تشارك في المسابقه اللي راهم دايرها، مدير كوفر في المحل وعنده مسابقه في لاباج. سينو اللي حابه تشوف الروبيت هذو تاع 600 كاين اللي سولديهم ب 400 كاين تاع 500 ولاو ب 400، كل موديل بوش ولا كاين ب 300 كاين اللي كانوا 450 ولاو 330. المهم اللي حابه تعرف تفاصيل السعر قبل وبعد ولي موديل تشوفوهم ملبوسين وواضحين مليح، ودخلوا لاباج تاعهم فيسبوك، لاباج تاعهم راهي على اسم المحل لو سولدير دوليكس، كتبوها هكذا بالفرنسي تخرج لكم، تلقاهم حاطين كل التفاصيل بالضبط يعني. شوفوا تاني كاين ستيل هذا، يعني عنده سلعه ما شاء الله البنات الشابات طوندونس، لبسه تهبل، عنده حوايج روعه يعني خاصة البنات تاع الجامعة تاع الليسي اللي يحبوا الستيل هذا تاع سراول بوي فريند وشوميز هكا لارج والعفايس هذو تلقاو عنده روعة، سيرتو كي عند سولد سما اغتنموا الفرصة. قلت لكم عدة محلات راهي مديرة السولد، وما تنساوش تزورهم ثاني، زورو محلي يعني ماشي الإشهارات غليهم، إشهارات ليا ثاني أنا. هذو اللي راهم تاع الخارج هذو راهم امبورطاسيون فيهم لي طايل كبار، هذو روعة الكاليتي هايلة ثاني، راهم سولد. كاين روب فولار، كاين روب تاع ديار، وكاين تاع خرجه، كاين تاع عريس، كاين سالوبيت، كاين عفيس بزاف بزاف بزاف. بازار ميلينا جروب ثاني راهم داير بورسنتاج تخفيض على الطابق الاول، كل شيء خصم 30%، كل شيء اي اونصومبل خصم 30%. وراهم جابوا كما نقولوا اللبسه تاع الدخول المدرسي، الطابليه تاع البنات تاع الدراري بالمونش سون مونش، اللي تحب تشري دوكا قبل ما ينقصوا الاختيارات ويسزوا لي موديل مليح تعقب، راهم يطرحوا في سلعه جديده كما نقولوا تاع الدخول المدرسي. بالنسبه لسلعه الصوت لقينا شويه الغاشي ثاني، ما كان تصوير خفيف ظريف فقط، لقطات فقط. اللي يحب يشوف لي موديل بالتفصيل يدخل لاباج تاعهم سواء في الانستغرام سواء في فيسبوك، ثاني راهم حاطين التفاصيل. المقطع هذاك العاده انني ما صورتش يعني بليسي، لكن كاين اللي صور في بلاصتي يعطيها صحه. شوف الاحذيه ثاني عليها تخفيضات، الاحذيه تاع ميلينا هايله تاع الخارج سما ماهيش تاع لاشين، كامل نوعيه مليحه سما تعود نوعيه مليحه وغاليه ويجي فيها شويه تخفيض تعجبكم تجي هايله يعني سوا سوا كيما نقولوا. وكاين تخفيضات قل من 30%. شوفوا هما قالوا لي يعني بصفه عامه كي يهزوا القطعه نقولوا لهم نقدروا نساعدكم اكثر ولا ما نقدروش، سمع على حساب سعر الشراء. كاين حوايج تخفيض 30% فقط، وكاين اللي تقدر تنيغوسي كي توصلي البيرو قولي له زيد ساعدني شويه، وزيدوا اكدوا عليه قولوا له قالتنا روزا نساعدكم، احرجوهم دوك يتحرجوا. انا قلت لهم لازم تساعدوهم بزاف يعني مع غلاء الاسعار والسلع، يا حليل المواطن ويا حليل التاجر، حتى التاجر ثاني راهو يعاني، السلعه ما كاينش، الشحن غالي،
صعوبة على الناس كل الناس كامل راهي تعاني، كي التاجر كي المشتري كيف كيف، الأزمة راهي على الجميع. هنا قلت لكم السلعة اللي راهي سولد، شفت يعني الأمهات تما بزاف واش راهم يشريو في السراول تاع الجين لي شوميز، نظن يغتنموا فيهم للدخول المدرسي، تما يخبيهم يقول لك سبتمبر ولادنا يلقاهم، خصوصا كي تشري سروال أقل من سعره يعني ويكون نوعية مليحة. والمعروف عند بازار ميلينا جروب انه السلع كامل ذات جوده عاليه، سما نوعيتها مليحه تركيا، مهم تاع لامبورطاسيون كامل حاجه مليحه تاع اغسل واقلب ما تبزتش سلعته يعني. جبت لي نقاش دريري روعه، واحد لي كاوي روعه، قلت الاسبوع الجاي ندي رامي نروح نشري واحد الموديل عجبني دوك نعطيكم. هنا السراول تاع الجين تاع البنات بانواعهم كامل كامل اللي متخفضات 30%، اللي حابه تعرف السعر القديم وجديد تدخل لي باج تاعهم راهم حاطين التفاصيل. حنخلي لكم صورت لكم كارت فيزيت، هزوا منها الرقم اللي تحب تتصل بهم تستفسر. كاين ثاني جوكين، كاين سيرفيت، كاين تاع بنات، اغتنموا الفرصه مادام راهم صود اشريهم مثلا وخبيهم دخول مدرسي، سينو اللي تشري بناتها كيما نقولوا يلعبوا سبور ولا راح تلقى. هنا ركن قش الدراري ثاني كيف كيف تخفيض 30%، كاين قش الصيف كما نقولوا العادي، وكاين قش هكذا لي سروال جين دي زونسومبل كومبلي، وكاين قش خفيف تاع بالو شورت وتريكو هكذا، كاين دي زونسومبل حطه يعني، كاين بيل بذرعين للدخول المدرسي. مهم يعني السلعه راهي تخفيضات على السلع الصيفيه ودخول سلعه جديده ثاني للدخول المدرسي. انا اليوم راني درت لكم جوله خفيفه تاع السولد فقط، لكن الايام القادمه ان شاء الله كي يوصل دخول المدرسي ندير لكم فيديو تفصيلي بالاسعار على السلع تاع الدخول المدرسي. شوفوا البيل هذو هايلين يعني تاع دراري بالذرعين، هذو روعه. هذه هي الكاوي اللي قلت لكم عجبتني، دخلت جديده في النوار تهبل، لكن ظن العمر تبدا من 8 سنين يعني، نتمنى من البازار انه يوفرنا طاي صغار لانه عجبتني بزاف. هذا هو الموديل اللي قلت لكم عليه. شوف هنا كاين منا لي بونطاكور تاع الجين لي بيل وحده، وكاين دي زونسومبل، كاين كوستيم اللي عندها عرس لا مناسبه لولادها، ثاني كاين لي كوستيم. الاعمار تاع السلعه راهي كاينه من 6 شهور حتى 6 سنه، الاعمار كامل متوفره، وتلقاو حوايج في السلل رخاص ب 60 ب 70 ب 50، هذو كان باينين في السلل يعني سقسيو عليهم. السولد راهو يخص الطابق الاول فقط يعني العروض هذه تاع السولد، اما الطابق الثاني دوك نهضر لكم واش تلقاو فيه. اللي ما يعرفوش بازار ميلينا جروب راهو في العلمة في حي بلعلة بالقرب من مسجد فاطمة. يعني عندكم لي شوا بزاف الاختيارات في القش، كاين كل خير، صنادل تاع ذريري حاجه مليحه، اديداس، كاين حوايج روعه، كاين هذو تاع البالو تاع سبور شورت بونتاكور سروال مع البيل تاعهم، كاين روبيت هكذا فولا روبيت زارا ستيل زارا، هذو تاع البنات دي زونسومبل سروال والبيل تاعو. وكاين قش صواري تاع بنات، شوفوا كاين ثاني صواري بقوه. هنا القش هذا راه من 6 شهور العامي، اللي من فوق راه تاع الصغار يعني تاع لي بيبي. هذه السلعه راهو العرض مؤقت يعني هذ اسبوعين فقط، ولا هذا الاسبوع قبل دخول المدرسي ويهزوا السلعه هذه كامل تتخبى، سما اللي تحب تغتنم الفرصه تضرب يعني الدوره في البازار. منا الكوتي تاع صواري روبيت صواري كامل عليهم تخفيضات 30%، شوفوا يهبلوا يعني الله يبارك، حاطه اللي عندها عرس خالتها ولا عمتها ولا عرس مقرب تشري هكذا حاجه ليكس. كاين رخاص وكاين الغاليين، ماشي كامل غاليين، كاين كيما نقولوا شوي اسعار في المتناول وكاين اللي غاليين. كل الالوان متوفره في صباري، الغاز الموف الجري الابيض كل الالوان راهي كاينه. كاين ثاني هكذا دي سونسومبل تاع صيف روبيت، كاين اونسومبل كومبلي، كاين هذو سالوبي تاع كوير معاهم شوميز، الاعمار نفس الشيء في قش البنات راهي من 6 شهور حتى 6 سنه.
هنا هذا الكوتي اللي كان فيه الغاشي بزاف لانه فيه سراول وفيه الحوايج اللي يقعدوا في كل فصول، ثم كي يغتنموا الفرصه وتشريهم بالسولد راح تلقيهم في كل فصول، تلقيهم شتاء ربيع خريف سروال جين يبقى سروال جين يستعمل على مدار العام. شوفوا هنا تقريبا كل الموديلات ما يبانوش مليح كي راهم معلقين، كاين بيجامات كاين حوايج خفيف كاين كيما نقولوا قلت لكم سواري وقش ربيعي وقش صيفي وقش كيما نقولوا تاع دار ثاني هكذا، لي بيل خفيف حوايج هذوك راكم تلقاهم في السلل، لكن كي عندهم معلقين ما يبانوش مليح. اللي يحب يشوفهم مليح موديلات واضحه كل موديل وحده قلت لكم في لاباج تاعهم تاع الفيسبوك ولا الانستغرام راهم يحطوا كل موديل وحده، يحطوه بالقياسات بالاعمار منين تبدا ومنين تخلص. هنا نطلعوا للطابق الثاني، الطابق الثاني ما فيهش الخصم هذا تاع 30%، الطابق الثاني مختص في اكسسوار بيبي بالنسبه للنساء الحوامل، اختصاصا الطابق الثاني تلقاو التريمس تلقاو كيما نقولوا لي زاباراي تاع لي بيبي تاع التعقيم سوسيس بانواعها، تلقاو لي مارك تاع القرع، تلقاو لي برودوي كوزميتيك كامل، لي مارك كامل نيفيا جونسون ميستيلا لي مارك كامل راهي متوفره عندهم، تلقاو لارتيكل تاع البيبي ثاني معناتها كابيت سلل هذوك تاع الحلفه كما نقولوا سرير تاع بيبي بكل انواعه من رخيص الغالي الكراسة الزوار الكويت حوايج رقيق هذو قضيان كامل. تلقاو ثاني منا الكرونيير هكذا تاع الدوم العاديين وتلقى الكرونيير حطه اللي يجيو في لي كوفر تاعهم سوا تبركو بيهم سوا تلبسوهم يعني هكذا في العقيقه ولا في الطهاره ولا كاينين ثاني حطه يعني ما شاء الله. كاين ثاني القجور هذو تاع شنابر سبيسيال تنظموا فيهم قش الاولاد قش بيبي، هادو السره هكذا صغار بالونسوار ثاني عندهم شحال من موديل. هنا برنوس حمام تاع بنات دراري شوفوا هذا الكرونير واش مليح تاع ستيل كوسي ما يهبلو تاع دراري، هادو كامل عفايس تاع لي بيبي اكسسوار بيبي كلش كل شيء راهم كيما نقولوا سبيسيال تاع لي بيبي تلقاو قطن 100% لي بيل هادو كل وحده يعني تشري على حساب ميزانيتها مقدوره، تلقاي تريكو الحم 15000 وتلقاي تريكو الحم 35 و 40. شوفوا هذا الثاني منا الماطله السرير الكرسي كيما نقولوا تاع لي بيبي تاع الطوموبيل البوسيت المشايه كل شيء كاين، تمام ممكن تحبي تباركي الوحده زيدت ولا تروحي بطول الطابق الثاني تلقاي الهديه تلقاي تشوفي ميزانيتك قدا راح تشري الكادو تلقاي ثم العفسه اللي توالمك لانه مختص في لي بيبي. شوفوا السلل هذو واش باهيين روعه روعه الموديلات هذو قوه عجبوني بزاف يعني. تلقاو ثاني شويه حوايج تاع الوليدات الطروتينات العاب صغيره. هنا هيا نديوها تروحوا معايا ختامها مسك الحفلة الطهارة تاع جيراني. شوفوا لبست الروبة هذه كنت شريتها من قبل قديمة يعني عند سولدير عندها حتى 15 يوم ولا ماجي شريتها بصح انا الكتاب تاعها نهبطها ما يجيوش هاك. شوفوا في لبسها الشيعة وشبعت هبل سقسيوني ليها بزاف بزاف، رحت روطار يعني ما رحتش بكري كنت شوي مش قادرة وما نقدرش ما نروحش جارتي هذه عزيزة جيراني اللي قدام العزاز بزاف 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 عليا. ختان ابنها باسم نقولها كل شيء مبروك ربي يفرحك بيه وعقبال ان شاء الله تلقي عريس يا احلى واحن جاره في الدنيا. شوفوا اخر لحظه قلت لكم لبست روبتي ما بدلتش ميم با ثم ديت معايا غير هكا هذه لبست طول هذيك الروبه وعبايه ورحت الحفافه حسنه تاع السوناطراك درت لي بروشين درت لي مكياج خفيف قلت لها مع الستي اللي راني لابسه حاجه خفيفه ماني لابسه لا فقي لا ذهب ديري لي غير مكياج خفيف وبروشين ومباشره رحت طول لاصال. هنا تقهوينا انا ديجا ني روطار ديجا بزاف بزاف لكن ما تقهويتش انا شربت عصير وزيت سهمي تاع الكاطو وكانت قاعده تهبل يعني مع جيراني نقدم ديديكاس كبيره لجيراني كامل اللي تلاقينا ثم كيما راهم درنا طابله خاصه بالجيران كانت احلى لما واحلى مناسبه قلت لكم هذه من الناس اللي عزاز بزاف لقلبي ثم لشتا مشغوله لشتا مريضه لشتا بليسي لشتا كلش لازم الدنيا تحبس ونروح مستحيل نخلفها يعني من الناس اللي كيفاش يقولوا عندها مكانه مهمه في قلبي هي وكل جيراني يعني انا شتي جيراني كامل هما ثاني يشتيوني
المهم شيخ نشبعنا من بعضنا كي نجي نشتهمش عندي مدة طويلة بزاف بدينا ما نلقاوش جات فرصة. ايضا جبت لكم مقتطفات من العشاء، حنا العشاء في الصيف على بالكم في الاعراس لا في الطهارة ولا في المناسبات نديرو شوربه بربوشه حميص سلطه قطع لحم ونقدموا الفاكهه وكاين اللي يزيدوا لي بلا هذيك مشروبات كل وحده وكيفاش يعني، لكن الاساسي هي الشوربه وبربوشه واللحم. يعني كانت الماكله بنينه عسل عسل، ان شاء الله ربي يدون الافراح واللمات وما تنساوش خليولي تعليقاتكم الجميل.